ولمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء التشريعي. أهلا بحضرتك يا فندم. يعني كيف قرأت بيانات التضخم البريطاني التي تم تسجيل أعلى مستويات لها منذ 40 عاما؟ أهلا وسهلا يا أستاذة أميرة، وأهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين. وبالتأكيد هذه الأرقام ليست مفاجأة يعني بالنسبة للاقتصاديين، وربما تكون أقل من المتوقع، وأنه كان من المتوقع أن ترتفع نسبة التضخم أكبر من ذلك. بريطانيا تتأثر بثلاثة متغيرات تدفع نحو التضخم، متغيرات عالمية مثل تداعيات كورونا وتداعيات الحرب الأوكرانية، ومتغير محلي مهم جدا وهو الخروج من الاتحاد الأوروبي، وده اللي كان التوقع الأصلي ان هو كان هيسبب تداعيات، الا ان التضخم اللي كان متوقع من خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي زاد مع تاثرها بتداعيات كورونا وتداعيات الحرب الاوكرانيه. هذا التضخم طبعا مدفوع بزيادات اسعار الغذاء والمشروبات والكهرباء والنقل وغيرها. الحكومه البريطانيه بتتعامل مع هذا التضخم بالانطلاق نحو الامام، يعني انا شايف ان هم بيبحثوا فرض الضريبه بنسبه 25% على منتجي النفط والغاز كنوع من تحميلهم للجانب الاكبر من الفاتوره، بينما هناك مخططات لضخ حزمه جديده لمسانده الاسر المتضرره، الاسر الفقيره والاولى بالرعايه بنحو 15 مليار دولار. في جانب اخر البريطانيين، وهم طبعا رموز من رموز، يعني بريطانيا رمز من رموز الليبراليه الجديده، بتبحث عن حل ليبرالي وهو فتح اسواق جديده مع دول الخليج. يعني بالفعل يعني كان هناك محاولات عديده من الحكومه البريطانيه لايجاد حل ومخرج كما ذكرت، وكان هناك اتجاه من بريطانيا للتعاون مع دول الخليج اقتصاديا. كيف ترى هذه الخطوه؟ هل ستؤتي بثمارها؟ هو الحقيقه يعني انا شايف ان هم بيفكروا تفكير اقتصاد حر، ان هم بيتجهوا الى دول الخليج لعمل اتفاقيه تجاره حره، بينما هم يبتعدوا عن اوروبا وما ارتبطوا بها من تجاره حره من خلال الاتحاد الاوروبي. فان انا اتصور ان الحل يعني بريطانيا طبعا الحل للتخفيف الازمه، طبعا هي ازمه عالميه الجميع متضرر بها، ولكن يمكن لبريطانيا يعني العوده الاتحاد الاوروبي بصوره ما، حتى وان كان باتفاقات جديده بصوره جديده الى جوار الخطوه الخليجيه، ولكن لا اتصور ان تجاره حره مع دول الخليج ستسد او هتحل محل التجاره الحره الموجوده ما بينها وما بين الاتحاد الاوروبي. الخليج لا يعني غير كافي نهائيا ان يكون بديلا للاتحاد الاوروبي. طب واذا نظرنا على الجهه الاخرى، فهل الخليج سيكون له مردود او اثر بعد هذا التعاون؟ يعني هو الخليج، انا شايف ان الخليج مستفيد، لان اذا كانت بريطانيا بتبحث عن التجاره الحره لكن السلع البريطانيه ارتفعت اسعارها بصوره كبيره جدا، مدخلات الانتاج، احنا عارفين بريطانيا من الدول الصناعية، لما مدخلات الإنتاج فيها بتزيد نحو 20% من التكلفة، إذا فالمنتج البريطاني أصبح غير تنافسي. فمش الفكرة إن احنا حتى ولو استفادت بريطانيا وقامت بعملية باتفاقية تجارة حرة مع دول الخليج، إلا إن المنتج الصيني سيظل منافس بصورة كبيرة جدا. فلا يعني الخليج هو مستفيد بالنسبة لصادراته، أن تأتي صادرات من بريطانيا أو من الصين، وأن يكون هناك تنافسية ما بين الشرق والغرب في أن يقدموا سلع ومنتجات تنافسية للمواطن الخليجي. بالتأكيد هو ده في فايدة للمواطن الخليجي، على اعتبار أن الخليج لا زال بيعتمد على النفط في كمصدر أساسي من إيراداته، لحين المضي خطوات في برامج التنويع الاقتصادي اللي بتتبناها دول الخليج. بالفعل أشكرك شكرا جزيلا الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع.